دونك دجاجة مشوية كيف هكا ساك بقداش؟ بقداش ندينا؟ بقداش ندينا؟ أهلا وسهلا بالجميع، ما رضا الله إلا برضا الوالدين. رحلتنا اليوم الفيديو الأول نتاعنا مش يكون ملخص للرحلة كاملة، والرحلة هي في اتجاه مدينة دوز، باش نزوروا الجنوب أول خرجة لينا إلى مدينة إلى الجنوب التونسي. زيارتنا إلى مدينة دوز هي انطلاقا من دعوة خاصة من أحد الأصدقاء اللي موجود في دوز، اللي هو أخونا عاطف منصور، اللي بحضر لنا برنامج إن شاء الله يعجبكم الناس الكل، وإن شاء الله مش تكون فيه البرنامج هذا عادية الحلقات بطبيعة الحال على القناة نتاعنا، مش نشوفوا أشهر الأكلات الموجودة في مدينة دوز والجنوب التونسي ولاية قبلي إن شاء الله. دونك مش بحول الله مش نشوفوا خبز الملة اللي الناس تسمع به والناس شافته بعض الأحيان في بعض البرامج التلفزية أو على القنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك سنتابع مع إحدى المطاعم الموجودة في المنطقة بعض الأكلات مثل لحمة القلة نتاع الجنوب وكسكسي المرازيق إلى غير ذلك من ما يزخر به الموروث الغذائي في مدينة دوز. احنا حاليا موجودين تقريبا على مستوى ولاية سوسة، دونك مشينا تقريبا من تونس العاصمة 150 كيلومتر، والآن عاملين قرب نزللنا للوصول إلى مدينة دوز 594 قول 600 كيلومتر، نحن منهم 150 كيلومتر، مازلت لنا 450 كيلومتر تقريبا باش نوصلوا للمدينة. باش نحاولوا كل مرة هكا وناخذوا بعض اللقطات في الطريق إلى حين الوصول إلى مدينة دوز. دونك هذا البياج نتاع مساكن، شوف في الطريق ثم ناس كذلك هاي مسافر على الموتورات، نصور أنها هابطة للجنوب التونسي. مازالنا 70 كيلومتر على مدينة صفاقس، موجودين في قريب الخرجة نتاع فتح خرجة البرجين، دونك أظن خاين الكل تشوف فيهم في الصورة ماشين رالي موجود في مطمطة إن شاء الله. السيكونس الثالثة تقريبا معاكم تو في اتجاه مدينة قابس، وصلنا لمدينة صفاقس، مازال لنا 100 كيلومتر تقريبا على قابس تقريبا. دونك احنا في الطريق مازلنا يمكن مازلت لنا قرابة 50 كيلومتر على مدينة قابس، حبيت نقصر معاكم شوية طريق فقط في الرحلة متاعنا، باللي انا حبيت نرد الشكر والعرفان لكل خيان اللي بعث المساجات، يكلمونا بالتليفونات، اللي بعث لنا لي كومونتير اللي موجودين كلك سوا على الباج تاعنا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب بخصوص الاحتفال بالمئة ألف مشترك ووصول تروفي درع الفضي نتاع المئة ألف مشترك. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. القناة كيف قلت لكم سابقا انه متاعكم مش متاعي، راي بكم انتم، احنا وصلنا لمئة ألف وبكم انتم ان شاء الله مش نوصلوا للمئتين ألف هذه السنة، وإذا كان تعملوا مزية ترفع معنا التحدي في سنة 2021 نوصلوا لمئتين ألف مشترك في القناة متاعنا. دونك التحدي متاعنا سنة 2021 هي المئتين ألف مشترك. النقطة الثانية هي السلسلة متاعنا اللي مش تكون في شهر رمضان اللي هي اسمها نكت بلادي، وسيكون كذلك لكم حلقات من مدينة دوز لي في السلسلة هذه الأكلات الزمنية تاع الجنوب متاعنا. دونك هذه
دونك الاخرين تاع الرالي جيمش نحاولوا نسلوهم على الرالي. سلام سمح باشين الرالي نتاع متمتة باللي البروغرام كيفاش نتاعو سامحني معنا وقتاش يبدا وشني السيركوي نتاعو وقتاش يكمل عندكش فكره؟ البروغرام تاع الرالي نتاعكم كيفاش؟ وقتاش ينطلق؟ راحة وغدوة راحة فهمت؟ نهار السبت الصباح ان شاء الله 8 اول ديبار اول موتار يخرج 8 من الوتيل 8 من الوتيل باهي. والسيركوي كيفاش؟ قداش كيلومتر باش تعملوا نهار ولا نهارين؟ نهار السبت نهار السبت برك سبيسيالات والاخر ريجولاريتي باهي. والنهار الاحد ما عندكم شيء؟ نهار الاحد مرويح نهار الاحد مرويح باهي داكورتو يعطيكم الصحة ربي معاكم ربي معاكم عايش خويا شوية بشوية بشوية اي نشوف فيه دونك بدي انا معاكم من تونس محسوب كل مرة نلقاكم في كيوسك مش تعرف. تم ايقافنا من طرف عوين المرور لمراقبة الوثائق مشكورين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا بارك الله فيك. دونك مراقبة عادية للوثائق الثبوتية الهوية امورنا واضحة نواصلوا الطريق إلى مدينة قابس. على قابس ما دخلناش لمدينة قابس دونك عدينا تعدية في اتجاه حاليا وذرف الحامة نتصور انه تقريبا مازال 30 كيلومتر على مدينة الحامة باش نحاولوا نقفوا نفطروا في مدينة الحامة لأنه حاليا التوقيت بالضبط نصف النهار. احنا خرجنا من تونس العاصمة تقريبا 8:30 في مدخل مدينة الحامة وصلنا واخترنا انه ان شاء الله باش نفطروا لهنا في مدينة الحامة واذا كان لقينا حاجة للتصوير علاش لا ان شاء الله نلقى حويجة معناها خصوصية لمدينة الحامة. هذا مدخل المدينة انا اول مرة ندخل مدينة الحامة بصراحة بالرغم اني جيت للجنوب سابقا لكن اول مرة ندخل هذا المدخل نتلاقاو في المطعم اللي مش نلقوه دونك نسألو ونشوف. واخيرا وصلنا لمدينة الحام. احنا اليوم وصلنا معناها الرحلة متاعنا فيديو الاول متاعنا بطبيعة الحال قلنا لكم عليه المحطات في الطريق ومش نصوروا الريستو اللي مش نفطروا فيه واللي اخترناه صراحة لاني سلت عليه مطعم اسمه از يو لايك بالعربي انا على كيفك. دونك مرحبا بكم في الحامة باش نحاولوا نشوفوا شنو اللي عنده اون برينسيپ في الشارع ها موجود المشوي دجاج المشوي دونك الدجاجة مشوية كيف هكا ساك بقداش؟ 11 دينار 11 دينار ومعاه الكارنيتور نتاعها قداش؟ 14 دينار 14 تسمعوا ما قلت لكم كي الفيديو نتاع المرة اللي فاتت معناها على كل ما تخرج من المدن الكبرى على كل ما تلقى الكرم وتلقى أن الإنسان ينجم اللي يشتهيه ياكلو برخص الأسواق. دونك هاي الدجاجة كاملة ب 14 دينار مع الكارنيتور نتاعها من غير نسمع الكارنيتور بطبيعة الحال فيها الفريش الكارنيتير نتاعها مع صوص مع صوص ولا كمونية ولا لوبيا ولا معناها اللي طايب تنجم تمدول بفريتها بصلايتها بكل شيء